دقائق سعد فوق الجميع في وقت الحديث على أن الكرة العالية التي كانت سلاح المنتخب الجزائري غابت عنا في المدة الأخيرة. يأتي إسلام سليماني ويضيف الثاني بكرة عالية ارتقى فوق الجميع، لم يترك أي فرصة بالنسبة لحارس المنتخب البنيني. صمت رهيب يخيم على ملعب شارتوغال، ممتازة ورائعة ومباراة كبيرة لإسلام سليماني، فعالية بنسبة 100%. كرتين تصل هذا اللاعب وهدفين، والهدف التاسع بالنسبة إليه سجل ما لم يسجله الكثير من المهاجمين الذين تعاقبوا على حمل الواجب.